أبو البراء، السؤال: هل يجوز إقامة معرض كتب في المسجد وتمثيل مسرحيات من طرف الأطفال قد يمثل فيها بعض السلف وحتى الصحابة؟ الجواب: أما إقامة معرض كتاب في المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن لا يتم البيع والشراء إلا خارج المسجد. يعني يمكن أن تعرض الكتب كاطلاع أو تعرف عليها، والذي يريد شيئا من ذلك يشتريه خارج المسجد، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد. وأما تمثيل مسرحيات من طرف الأطفال يمثل فيها السلف فهذا لا يجوز، لأنه أولا من الكذب، ثانيا من امتهان منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا حاجة لذلك. ففي يعني طرق التعليم الأخرى غنية عن مثل هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال: هل يجوز دخول غير المسلمين لمعرض الكتاب هذا إذا كان في المسجد؟ الجواب الذي يظهر أنه لا يجوز، لأنه لا حاجة لهم في مثل ذلك. هذه الكتب للمسلمين لأجل يتعلموا أمر دينهم، الكافر لا يعرف أساسا هذا الدين، وإنما يقام له ما ينفعه من معرض لكتب أخرى فيها تعريف بالإسلام وبلغته مثلا، ويدعى إليها، ولا يكون ذلك في المسجد تنزيها للمسجد عن دخول الكافر فيه لغير حاجة، إلا إذا كان يظن في هذا الكافر الخير، وأنه يمكن أن يعني يرزقه الله عز وجل الإسلام، فلا بأس أن يسمح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثالم الحنفي في سارية من سواري المسجد وقد كان كافرا، ولكنه كان يرجو منه الإسلام، وقد دل على ذلك بقية قصة إسلام ثمامة، والله سبحانه وتعالى أعلم.